كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. هي التفاتة طيبة وخصوصا بالنسبة للمناطق المنطقة سوس، فعادة أو قليل ما نجد فنانين حاولوا أن يجتازوا منطقة سوس، ثم أن الفن ديالهم أن يجتاز منطقة سوس ثم المغرب ثم يخرج إلى العالم. راه ميدان يحتاج إلى تضحية، ليس بالسهل، لأن اليوم الكل يصور يلتقط الصور، ولكن أنصحهم لضرورة قراءة وخصوصا التعرف على الأعمال الفنية اللي قام بها أو اللي قاموا بها مجموعة من الفنانين اللي سبقونا. هذا دليل على أن خص يقرأوا وخصهم يطلعوا وخصهم يشوفوا الأعمال الفنية اللي سبقتنا، لأننا في المغرب ما زالت الصورة فاتية، ولكن بالنسبة للعالم هناك دول مثلا عندها قرن أو أكثر من قرن ديال الصورة. سيد إبراهيم صنعتو هذا الحريق دايس كان عرض لفوتو عاونت بزاف ني عاوز داتي المغرب وبيستي السبارة لفوتوغرافي خصها تزير مالي نزير عبو داني بلو يتابعاني كي قد ويرس تاني غاني دفاع جوز كان يسفزر دا جيب ليس كان تمسمونت فوتوراك مع عيسا قرام مع أيا السيدة يصوري من طوالة كانت تتسكوشت تلوحينو يصور بزاف كان داي لاتوني غيمشوان ولا غوغادي يا زغولي بارا يسيقيني شنبوش نهار مساتين نغاد نتصور داك تيت الكاميرا واخا كلشي هادي يخصا العقل الطفل ماشي غير تزرات حتى تسوي نقيل كما تصورت ميغا وكنشكر الجماعة ديال أكادير بهذه المبادرة القيمة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.